اللي بعد كده ونشوف حالة مهمة جدا جدا كابتن بول دي. هاني هنا الايد، هرجع تاني هاني، انت هنا حكم مساعد وشاطر جدا جدا جدا. ستوب ستوب، ارجع لحظة اللمس، المخالفة لمس الكرة بالايد. هنا نمرر الكرة ونشوف، هنا الايد خرجت وكبرت حجم الجسم، دي واضحة جدا جدا يا هاني، لابد انك انت كان بس هاني ما رفعش الراية. ما بقول لك هو حظه حلو البنا. بص يا كابتن، البنا فين؟ هو البنا ما خلاش النهارده فرصة النهارده ان في قرار يعدي منه، هو متواجد في الحدث وصفر على طول. صراحة كابتن بنا عمل مباراة ممتازة النهارده. انا بقول ده في اللعب اللي جاي بقى هنقول امتياز اكتر. اخطاء كمان يعني. بقول لهاني هنا كان يجب انك انت تدخل بالقرار، لان هي دي منطقة تعتبر تدي فيها الاخطاء. اخر حالة عندنا وحالة من الحالات مهمة جدا جدا جدا، وهقول لك ليه. ده الهدف. ارجع تاني. الكرة دي عبرت ومشيت كتير جدا. ستوب 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 ستوب، ارجع. نرجع تاني معلش. بس ايوه. ماشي وقف. بس وقف. هنا حصل سقوط لاعب نقول لك كابتن عادل. اي حكم ياخد القرار السهل كابتن احمد. بس الكابتن محمود بقى كان قريب جدا من اللعبه. هقول لك وبالاخص النتيجه. هقول لك ليه. صح. اي حكم يستسهل. يعني يستسهل؟ انا شايف في دخول، معرفش تفاصيل ايه، مين اللي نجح ومين اللي ما نجحش ومين اللي وقع منه. فاسهل حاجه هعمل ايه؟ هحسب مخالفه. خلص نفسي. شوف البنا فين. هنمشي بقى ونشوف. هنا اللي نجح في لعب الكوره حمدي فتحي تماما، وهنا ابدا اشاره بلاي اون واستمرار، ثم تنتقل الهجمه باص اثنين تروح لشريف يحجز هدف. انا اقول الهدف دوت ساعد فيه البنا، لانه كان ممكن قوي يصفر ويقتل اللعبه، وبالتالي كان خد القرار السهل. هو واقف في موقف سليم قوي. انا بحيي له النهارده كده. خلاه يشوف ان حمدي ولا لعب فندم. موقفه السليم قوي هو اللي خلى شاف ان حمدي ولا بالظبط كده. بالظبط كده. لو قلنا ان هو صفر النهارده كابتن احمد وقتل اللعبه تاني، كان هيحرم من الاهلي من هدف صحيح 100%. لا وممكن تيجي جون فينا. ما هي جاب جون. لا يعني عاوز اقول ايه، كانت ممكن تبقى مخالفه ويجي منها. لكن هو قراءته والبحث عن التفاصيل الجميله اللي هو كان بيشتغل بيها النهارده، مباراه صعبه، ولكن هو بهدوءه خبرته ثقته في نفسه النهارده اعطى درس كبير جدا جدا للتحكيم في اداره مباراه من المباريات الصعبه جدا جدا. نتمنى توفيق للبنا مش بس هنا داخل مصر، نتمنى توفيق البنا وزملائه في داخل مصر وخارج مصر كابتن ايمن. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتالق كالعاده كابتن نصر عباس. شكرا كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو.